بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة إن شاء الله نتعرف على كلية التربية النوعية، هنعرف أقسامها ومجالات العمل بعد التخرج لعام 2021. يزداد إقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة على الالتحاق بكلية التربية النوعية في الجامعات المختلفة، خاصة مع انخفاض الحد الأدنى للقبول فيها. وتعد كلية التربية النوعية من الكليات المتعددة الأقسام، كما أنها تحتوي على أقسام متنوعة مما يوفر فرص عمل كثيرة بعد التخرج. وسنتناول أقسام كلية التربية النوعية وشروط القبول بها. بالنسبة لطبيعة الدراسة في كلية التربية النوعية، مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس 4 سنوات دراسية. يختار الطالب القسم الذي يرغب في الالتحاق به إذا توافرت فيه الشروط الخاصة بالقبول في القسم. تختلف المقررات التي يدرسها الطالب حسب تخصصه، لكن يمكن توضيح أمثلة لبعض المقررات الدراسية بشكل عام فيما يلي: مدخل إلى الاقتصاد المنزلي، مبادئ التربية، أسس الغذاء والتغذية، أسس تصميم وتنفيذ المفروشات، إدارة أعمال المنزل، رياضة وإحصاء. مدخل إلى تكنولوجيا التعليم، مبادئ علم النفس، تريكو وكروشيه، مبادئ التدريس، أساسيات الحاسب الآلي، صحة الأطفال، التربية ومشكلات المجتمع، طرق تدريس نوعية، ملوثات الغذاء، الخزف، النحت، أشغال معادن، الصحة النفسية وتوجيه الإرشاد النفسي، الترجمة الإعلامية، مدخل إلى الراديو والتلفزيون، مدخل إلى علوم المسرح، الصحافة والإذاعة المدرسية، التربية ومشكلات المجتمع. بالنسبة لأقسام كلية التربية النوعية، توجد كلية التربية النوعية في العديد من الجامعات المصرية الحكومية، هي جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة بنها، جامعة كفر الشيخ، جامعة الوادي، جامعة جنوب الوادي، جامعة المنصورة، جامعة الفيوم، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق، جامعة المنيا، جامعة طنطا، جامعة أسيوط، جامعة بورسعيد، جامعة دمياط. تضم كلية التربية النوعية في مختلف الجامعات عدة أقسام. تتمثل هذه الأقسام العلمية بشكل عام في قسم الاقتصاد المنزلي، قسم التربية الفنية، قسم التربية الموسيقية، قسم العلوم التربوية والنفسية، قسم الإعلام التربوي، شعبة صحافة وإذاعة وتلفزيون، شعبة المسرح المدرسي، قسم تكنولوجيا التعليم، شعبة عام، معلم حاسب آلي، قسم معلم الفصل الواحد يوجد بجامعة الزقازيق، قسم رياض الأطفال يوجد بجامعة الزقازيق. الأقسام الرئيسية بكلية التربية النوعية: قسم التربية الفنية، حيث يعمل هذا القسم على تنمية المهارات الفنية والإبداعية للطالب من خلال دراسته للفروع المختلفة للتربية الفنية، والتي تهدف بشكل أساسي في الرقي بالذوق العام. وتتنوع المقررات التخصصية بالقسم لتشمل الرسم والتصوير والتصميم والزخرفة والنحت والخزف، بجانب الأشغال الفنية، أشغال الخشب، أشغال المعادن والنسيجات، بجانب الطباعة وأشغال الحلي. الالتحاق بقسم التربية الفنية أو التربية الموسيقية يستلزم اجتياز اختبار القدرات بنجاح الذي تعقده الكلية. أما قسم الإعلام التربوي يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم عقدها للطلاب الراغبين في الالتحاق. بالنسبة لقسم التربية الفنية، يمكن لخريجيه العمل في أكثر من مجال مرتبط بتخصصهم الدراسي، مثل العمل كمدرسين فنية في المدارس الحكومية والخاصة،
العمل في مجال التدريب بمراكز التدريب المختلفة على المهارات الفنية المختلفة كأشغال النسيج والطباعة والنحت والخزف والرسم والتصوير وأشغال المعادن والحلي وأشغال الخشب وغيرها من الأشغال الفنية المختلفة. بالنسبة لقسم الإعلام التربوي، يهدف القسم إلى تعليم المهارات المهنية التي يحتاجها الطالب للتعامل مع مختلف وسائل الإعلام وإكسابه الخبرة والمعرفة العلمية التي تؤهله للعمل في مجالات الصحافة والإذاعة المدرسية والمسرح المدرسي وكيفية العمل على رعاية هذه المجالات وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. بالنسبة لقسم الإعلام التربوي، يمكن لخريجي هذا القسم العمل في أحد المجالات الآتية: أخصائي صحافة مدرسية في المدارس الحكومية أو الخاصة، العمل في المؤسسات الصحافية، أخصائي علاقات عامة في المؤسسات والهيئات المختلفة، العمل في مجال الإعلان والدعاية، معد لإعادة إحدى البرامج الإذاعية أو التلفزيونية، العمل في مجال المسرح المدرسي، العمل في إحدى مسارح الدولة. أما قسم الاقتصاد المنزلي، يتضمن القسم إعداد معلم الاقتصاد المنزلي إعدادًا مهنيًا من خلال مجموعة من المقررات التخصصية والأنشطة المرتبطة بالتغذية وعلوم الأطعمة والملابس والنسيج وإدارة شؤون الأسرة والمسكن، كذلك دراسة العلوم التربوية والثقافية بجانب التدريب الميداني والذي يساهم في اكتساب الطالب المعارف والقيم والمهارات التي تؤهله للتدريس والمشاركة المجتمعية والإبداع في مجال التخصص والتعلم الذاتي والمنافسة في سوق العمل. بالنسبة لهذا القسم، يمكن لخريجي هذا القسم العمل كمدرسين اقتصاد منزلي في مراحل التعليم قبل الجامعي، كما يمكنهم العمل في مجال التغذية وعلوم الأطعمة في المصانع المختلفة أو الملابس والنسيج وإدارة شؤون الأسرة والمسكن، لأن الطالب يدرس مجموعة من المقررات التخصصية والأنشطة ذات الصلة بهذه المجالات مما يؤهله للعمل فيها بعد التخرج. بالنسبة لقسم تكنولوجيا التعليم، يعد قسم تكنولوجيا التعليم من أهم الأقسام بكلية التربية والتربية النوعية، وعلى الرغم من ذلك كانت النظرة له نظرة محدودة، فيجده البعض أنه مجرد أجهزة ومعدات ووسائل تعليمية، ولكن مع التطور السريع والهائل في عصر المعلوماتية والاتصالات. بالنسبة لقسم تكنولوجيا التعليم، تتمثل مجالات العمل المتاحة أمام خريج القسم في العمل كمدرسين لمادة الحاسب الآلي في المدارس الحكومية والخاصة، العمل كأخصائيين تكنولوجيا أخصائي تطوير، العمل في إحدى مجالات الحاسب الآلي برمجة وجرافيك. بالنسبة لقسم رياض الأطفال، يدرس طلاب القسم مجموعة مختلفة من المقررات الدراسية كدراما ومسرح الطفل، صحة الأم والطفل، مدخل إلى رياض الأسرة، الأنشطة في الروضة، إدارة رياض الأطفال، والرسوم وقصص وحكايات الأطفال، كذلك الأنشطة الفنية والموسيقية والرياضية والمسرحية وفنون الروضة، فيشمل على الأنشطة الفنية للطفل. بالنسبة لقسم رياض الأطفال، يؤهل هذا القسم خريجي للعمل في دور الحضانة المختلفة كمدرسين أو أخصائيين طفولة في مراكز الرعاية والمستشفيات والهيئات الحكومية والخاصة المعنية بالطفولة. قسم العلوم التربوية والنفسية، وهو القسم المسؤول عن مقررات الإعداد التربوي للطالب بجميع الأقسام التخصصية، وتنقسم هذه المقررات إلى مجموعة المقررات التربوية النوعية التخصصية كتاريخ التربية الفنية ونظرياتها ومبادئ تدريس التربية الفنية وطرق تدريس التربية الفنية وطرق تدريس التربية الموسيقية وعلم النفس التربية الفنية وعلم نفس التربية الموسيقية.
تنحصر مجالات العمل المتاحة لخريجي هذا القسم على مجال التدريس فقط، حيث يمكنهم العمل كمدرسين في الفصل الواحد الفصول التي تضم الطلاب والأشخاص المتخلفين أو المتسربين من التعليم، تتراوح أعمارهم في الغالب من 8 إلى 14 عام. المراحل الثلاثة الأولى الصف الأول والثاني والثالث في المدارس الابتدائية. قسم التربية الموسيقية تركز دراسته على قواعد الموسيقى سواء العربية أو الغربية، والتدريب على العزف لمختلف الآلات الموسيقية عامة كالبيانو والعود والكمان والآلات التربوية بصفة خاصة الشائعة بالمدارس كالمندولين والأكورديون والإكسلفون، كما يتم تدريس قواعد الغناء والأناشيد وقيادة الفرق الموسيقية. ومن بين المقررات التخصصية بالقسم الإيقاع الحركي والارتجال وتدريب السمع وتدريب الصوت وتاريخ وتذوق الموسيقى العربية والعالمية. شروط القبول بكليات التربية النوعية: من شروط القبول بالكلية اجتياز الطلاب اختبارات الثانوية العامة مع الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية، وسحب استمارة اختبارات القدرات لقسمي التربية الفنية والموسيقية، وكذلك تأدية الاختبار وإحضار الأدوات اللازمة، وتأتي الخطوة الأخيرة وهي المقابلة الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.